أم علي تزوجت وهي قاصر لا يتجاوز عمرها 15 عاما، حين بادلها أهلها 500 ألف دينار حسب قولها لرجل يكبرها بما يقارب 30 عاما. فلم تعش أم علي طفولتها ولم تكمل دراستها أو تحيا كحياة قريناتها بالعمر. أنا تزوجت وعمري تقريبا 15 سنة، وأخذت إنسان أكبر مني تقريبا 28 سنة، لا افتهم مني شيء ولا أنا افتهمت منه أي شيء، ولحد الآن أنا أعاني من هذا الموضوع. تعبت، يعني تعبني هذا الموضوع نفسيا، قصب، أي موضوع قصب من وراء فلوس. شوية كانت الحالة ضعيفة، ومن وراء 500 ألف، مبلغ 500 ألف، زوجوني وضيعوا كل شيء، دمروا حياتي كامل على مود 500 ألف. زواج القاصرات أمر معقد ومتداول في المجتمع العراقي لأسباب عدة، أبرزها الحروب والفقر، والتي تجبر الأهالي تزويج بناتهم دون السن القانوني لعدم استطاعتهم إعالتهن. هذا الزواج له جوانبه السلبية والتي تؤثر نفسيا على الطفلة نفسها وإثقالها بمسؤولية لا تستطيع مجاراتها. هذه المعاناة هواية، وخصوصا احنا من خلال شغلنا دا نتعامل بشكل مباشر مع ضحايا زواج القاصرات. الأسباب كلش هواية، ومن ضمنها الأسباب الاقتصادية، ضعف الحالة، وثاني شيء الأسباب الأمنية. يعني أنا أعرف عائلة قالت أنا زوجت بناتي ثلاثتهم خلال شهر واحد، أكبرهم عمرها كانت 15 وأصغرهم كان عمرها 13، وهذا المرأة اللي حكت لي هذا الحالة، وإحدى من بناتها كانت مطلقات وكانت ما عندها عقد زواج لأن كان عمرها كلش صغير. يعني إنسانة كل حياتها ضايعة تتقضيها بالمحكمة حتى بس تلحق لها فت عقد زواج، وهي بعد عمرها ما صار 16 سنة. ضحايا زواج القاصرات كثر، وأغلب هذه الزيجات تنتهي بالطلاق بسبب التفاوت الفكري بين الزوجين، أو أن تكون أرملة بسن مبكرة مع عدد من الأطفال، لتضيع حياة الطفلة بالمحاكم تبحث عن حقوقها. لبرنامج لوكيشن، سعدون السلطان، التغيير.